وشقتك شقتي، حكي ما انا احب الناس قوي وعمري ما احب التكليف، مفيش في الدنيا احسن من ان الناس تحب بعضها. يخرب بيت صاحب العمار، عرف ازاي يخلق الشقه دي من الحته الصغيره دي؟ ازمه سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عنك، الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقبرها مفروشه. وفرش ايه؟ زي ما انت شايفه كده اهو. بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته من يد ما نعدمهاش كمان واحد. ايه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانيه واحده. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيت بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حاكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين على العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. أكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست، والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح أمثال شعبية لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلوه قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه وتكني اللي تكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألاعيب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. قالوا على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقوق مع الطلاق يعني حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغابة. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل. احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. المعاكم على كل عيش كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما تتعبش. عشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسسيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبتي الحاجات دي كلها منين يا ست عنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك حين جارتنا. اهلا وسهلا. ألف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. أنت عيان ولا إيه؟ شوية. أدخل استريح. تعالي. تعالي هنا. ما تلبقيش عليها قوي كده يا أختي. أحسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست الجنينة لازم تداري على عواطفها شوية. أحسن يا لهوي يا لهوي على الرجالة لما يعرفوا إن إحنا سواهم واقعين. معقول برضه؟ طب امشي انا بقى احسن من التعبير. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. حاضر صاحب على الجيران وغيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار.
على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو هيعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا كيف؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح تخلي الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سنين مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يقوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقول ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتعوضه تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول ايه اللي مدلل ده؟ دي ولاعه يا حبيبي. رد الدبه ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش زعل واعكننا من فضلك. طيب؟ يا ماما تعالي. على مهلي. مش هنفس اليوم ده ابدا. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكم هنا تاني ابدا، انا مش بايع عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، تمثيل كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا، احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته اهي اطلع لكم لحد فوق. لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك،
وبعد كده تنزلي. بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا نطين جوه. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل احنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر تعظيم. انتوا مالكوا يا اولاد؟ تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راحت فين يا حماتي؟ هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا معلم. هتعملوا ايه بس؟ فهمونا، اعملوا معروف. شوفي صوتك يا ماما. اوطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق ومتحت ده؟ عبد السلام انت مفهوم. مش معقول، انا مش ممكن هطلع ده ابدا. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 اهلا، يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. سوديه هانم ماما. مش ممكن، صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال تفضل. القصر نور والله. قولي لو سمحت. القصر؟ ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك في فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. اللي مش عايزين ترقيح لو سمحت. ايه الكنوحه دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصلنا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هاني، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. أو يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه يا استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك رسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخدت معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه، ولا انت بخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيب، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليك؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر
وصراعه مع الأيام. عايز أقول فيها إن الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الإنسان إذا كان عنده إرادة. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنة زي واحد عنده 30 سنة؟ ممكن جدا، المهم إنه يعرف إزاي يعيش عمره. أنا مثلا، ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس أهم حاجة عندي إن أنام بالليل مرتاح، وأي مشكلة تقابلني بريك أرميها ورا قفاي. ورا قفاي؟ ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفة يا هانم بطل اللوحة ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحة هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي بيزن. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه؟ مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شوية. أنا قلت حاجة؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيب لنا حاجه ساعه؟ هات. مش عايز يا عم متشكلين. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. لا 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 يكسر الكلام. ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، انما بعدين تبقى. اتفضل يا هان. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه لنادي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه؟ يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بتشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنة. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوة الجميلة. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هان. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاك يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟
انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها في ايه؟ كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. أبا ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المره الجايه هتقص معايا انا بقى. مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام، أحسنت، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هاني وحياتك من ايام المرحومه مراتي ما قلتوش. اكيد مراتك كانت سعيده معاك لانك انسان لطيف. واكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لانك ست عظيمه. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا ايه؟ ايه رايك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغر. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص واتنطط واخرج زي ما أنا عايزة في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل.
عامل جنن البيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقة عامة. والحديقة العامة معمولة عشان الناس تتبسط. اسمعوا كمان يا حماتي، يا عمتي على عماهم. انا مش قادرة افهم انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي وخلف لي عائلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لاعي ولاعي اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسها ولا عاد. وبعدين معاكم يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا عم. يا عم يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست، ونروح احنا كمان اتينا برادت. تاكسي هناك اهو. امينة تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي؟ وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين. انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج، هي السلالم دي شويه. سلالم؟ امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي، ايام ما كان الراتب قرش ساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب6 جنيه، انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتين. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اصلا في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. حضرتك ساكنه هنا؟ ايوه. برضه ساكنه هنا؟ غريبه، ما شفتيش قبل كده. اصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقه اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضيه. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من الست المولانشه، ما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله، ده انت. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فن جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح
ولا يهمك. اتفضلي يا رب. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول. ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنمي خليها عليا انا، اشغلك ومرانك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. قال ايه من يا ستي؟ طب انزلي جري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ الاقي عند حضرتك معلقه سمنه. جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ستي. طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي حوزه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه، لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار ده انا ارضعهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطيقوش، ما بستلطفوش. ده يا استاذ. لا معلش. جت سليمه. مغلبني والنبي. هو حضرتك عايز شقه ولا فين؟ انا مش عايز شقه، انا ساكن في الدور الاحداني. اه المفتوح. بالظبط. اهلا وسهلا، منور. شكرا. دي بتاعتي بالك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. ايه يا واد انت وهو؟ سيب الموز. سيب الموز. انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين. طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا راجل؟ موزه. ايه ده؟ موزه. ده وجع بطنكم. يلا. انا مش شايف. كل نفسهم فيه. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اشرب، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟
معلش نقضيها بأي حاجة واد احنا معدومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصة جارتنا في العمارة، ست لطيفة قوي. رقاصة؟ ودي عرفتها امتى؟ النهاردة عزمتنا على سهرة وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. روح مات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم ولا العمليه تبقى سفلاقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص تتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها رفع عنها مهما دفع. المهم ان ديدي بتروح اخر الليل ومليانه فلوس. هي كمان هتشوف مرجو هنا زي الكباب اللي اكلهن عبد السلام، وهيسقسوها في سوزوك بيشربونا. تضحك على ايه؟ اصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعه منها. وانا بترافع في المحكمة. خلاص بس ما تزعلش كده.
الحلوين ناموا ولا لسه؟ ايوه يا استاذ عبد السلام. ما انا لازم اصب عليكم كل ليله، مش كده ولا ايه؟ يا جدعان هو انا نايم تحت كوبري البابا والعالم عماله رايحه جايه فوقيه؟ تاني يا حماده، ما قلنا ده ظرف طارئ. فيها ايه لو كنا نروح ننام في بيتكم ولا في بيتنا لغايه الظرف الطارئ ده ما ينتهي؟ نام دلوقتي عشان قضيه بكره، وخليك فاكر احنا وقفنا في المناقشه لحد فين. انا مش جاي للنوم. غمض عينيك وقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مره، هتنام على طول. محامي محترم زيي يفضل يقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مره برضه؟ ايوه صحيح، انت محامي والمحامين ما بيخافوش من العساكر. طب اسمع، قول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره، هتنام على طول. القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره؟ اه طول الليل. افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي ايه طول الليل؟ افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مره. طب ما دام يا حبيبتي جوزك لسه داخله على قد، ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على خالك وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد، نسخت اوراق القضيه كلها ساعات. ايوه يا مدينه احمد. ايه ساعات بيه؟ ايوه يا ده انت رحت بعيد اوي ساعات بيه. الصراحه في قضيه جديده شغلاك ساعات بيه. قضيه انا ومراتي يا فندم. انت ومرات ساعتك؟ اه ده انتوا لسه بتعصيهم يا فندم. الست مش عارف تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم، مش شقه. تصور تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي عامل الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ما انا ركبته حتى سعد البيت. ولا دور السادس شهر 19. مالي بالرخبه شهر 19. هز يا وز كده، دولارات كده، استرليني بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبه. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس؟